الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، على خلفية الأخبار الواردة اليوم في الصحف اللي هو يوم 12، أخبار تكلمت عن القبض على مزمل الفقيري بتهمة الردة، جريدة التيار، الوطن برضو كتبت نفس العنوان. برضو جريدة اسم البحث دي جديدة كمان تكلمت عن نفسي العنوان. وبداية الحوار إن شاء الله نحن عندنا حوار خفيف كده مع شيخ مزمل في الموضوع ده. فانطلاقة الحوار يا شيخ مزمل، بتقول الصحيفة بتاعت التيار إنه تم القبض عليك واغتيادك من أمام مسجدك أو منزلك بحي الشجرة ظهيرة أمس الأحد بعد تلقي نيابة الكراكلة بلاغا من محتسبين وقانونيين يقدر عددهم بنحو 25 محاميا. المهم تم اغتيادك إلى عن طريق الشرطة من منزلك بالشجرة لحد ما أنت وصلت، والآن بيقول إنه أنت مسجون ومعرض للمحاكمة في مسألة الردة. فكده في الأول ورينا الحاصل شنو بالضبط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كما قال الله سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم اللهم متم نوره ولو كره الكافرون. وقال الله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الحاصل بسيط جدا جدا. أول حاجة الكلام في الجريدة بتاعت التيار بتاريخ 2/10/2017 اليوم، وجريدة الوطن وجريدة برضو جديدة أول مرة أشوفها اسمها البعث. أنا قريتها كده قايلة زي جريدة المريخ نفس الكتاب، العنوان بتاع جريدة المريخ الزمان ده. فافتكرتها جريدة رياضية، هي بدأت جديدة أظنها وأرادت أن تبرز نفسها بالساحة يعني. فالكلام المكتوب ده كله كذب. أول حاجة أبدأ لك نقطة نقطة بسريع جدا. النقطة الأولى منزلك بالشجرة. منزلك بالشجرة، وأنا ساكن شرق النيل منطقة الغار، يمكن الجرائد لسه ما وصلت منطقة الغار. لا فنازل كلام ده كذب صريح واضح يعني. يدل إنه بس هم ناس زعلانين من شيء. أيوة. وزول مرات لما يكون غضبان شديد وزعلان شديد ما بفكر. ما بفكر في العبارات. ما بفكر في العبارات اللي بيقولها. وكثير من الناس تقول إيه أنا نايم، أنا نمت بدري بالليل وصليت الصبح، ثاني جيت راجع كنت تعبان باقي مرض كده، نمت صحيت الساعة 10 صباحا ولا جايب خبر. والناس قالوا إنه مقبوض، وفي ناس قالوا إنه أعدم. أنا تلفوني ما وقف أصلاً. أصلاً أنا تلفوني ما وقف. الناس بتزعل والزول ده وين والحاصل بالضبط شنو. أنا في ناس قالوا إنت حبل المشنقة ده، قال لي واحدة ظريفة أول ما رديت قام يتخلع، قال لي في زول مسجون بيرد. وواحدين دقوا تاني قال لي حبل المشنقة، واحد دق لي قال لي حبل المشنقة في رقبتك ولا في رقبتك يا أخ معقول يعني؟ وفي تلفونك في حبل المشنقة؟ بعد ذاك كونه قال جاء اختادوا واعتقلوا من قرب بيته برضه ده كذب. وتاني في نقطة ثالثة برضه قال شنو؟ قال لا اختادوا قيادة عن الشرطة كأنه جو قبضوه كده نعم. بعد ذاك قال أنا نسيت للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، ده برضه كذب. والموضوع ده قبل كده صاير واحد صوفي اسمه مرغني علي بخيت في محكمة قريب كان. أنا ما بتذكر، أنا ما كنت أصلا في المحكمة دي. أنا وأنت وشيخ يوسف أنت حاضر الجلسة. يلا في الجلسة هي ما كانت البلاغات مجموعة بلاغات، منها بلاغ إنه كلمت في أنصار السنة. أنا ما أعرف الصوفي ذاته المحنة جاته لأنصار السنة شنو. اثنين إنه أنت تكلمت في الأخوان المسلمين في الهواري وفي الهواري والحلبي والحلبي والسرورية والسرورية والعدسي والعدسي. المهم صارت له مجموعة كده ده. وقال طعنت في الرسول لما في زوجاته، وقال طعنت في الرسول في زوجاته، وهنا كمان أضاف زوجاته وأضاف الصحابة. القاضي براني من الكلام ده تماما. أنا حاضر القاضي قال المحكمة. نعم. القاضي أحمد عثمان. نعم. لما هو سرد النقاط دي كلها برأك منها، وخاصة المسألة بتاعت الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنه القاضي ذكر إنه دي زلة لسان وده سبغ لسان، وإنه لسان ما يقصده، وبعد ده كله أنت اعتذرت عنه. نعم. فقال بنص العبارة اللي أنا أذكرها حتى الآن إنه يعني المحكمة تشكر لك اعتذارك عنه. نعم. لكن أنا سؤالي هنا عشان مزمي انت في فهمك ليه يعني اعادوه بعد ما المحكمه براتك منها؟ الفهم شنو ثاني يجي عنده؟
قبل النقطة دي نقطة مهمة، لكن قبليها القاضي زمان ده ذكرتها شغل بكر قال لي، قال المحكمة تشكر الشيخ مزم الفقيري على كلامه وعلى توضيحه وعلى تراجعه على كده. وزي ما انت قلت اي مسألة انسان لو قال شيء ما قاصده له في حق الله، نعم الله ما بياخذه. الحديث مشهور يحفظه العامي ويحفظه لعب الكورة ويحفظه اي انسان يحفظ الحديث، انما الاعمال بالنيات. والصبي غيرهم عارفين الكلام ده، والقاضي حسم اليوم والاقوال بمقاصدها، والقاضي حسم اليوم. عشان كده الرجل ذاك لما قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، النبي صلى الله عليه وسلم عزر وقال أخطأ من شدة الفرح، وده كلام معروف ما بيحتاج كلام كثير. والقاضي حسم اليوم قانونيا حسمت، وشرعيا ناحية شريعة وتأصيل علمي. أنت كان قدمت كلام حسمت المسائل كلها، وهم زادوا ما عارفين. وإلا نحن بنلزم الصوفية زادوا من إلزاماتها. حامد بابكر ده في مناظرتي له في حلفة القديمة في مناطق الطواحين قال الرسول منطقة عسكرية ممنوع الاختراق والتصوير، هذا كيف وما اعتذر. والراجل ذاك بتاع صوفي وذاك في التلفزيون الله يفتح عليه قال عيسى ما نبي التلفزيون، ودي الغاظته في المناظرات دي الغاظته صوفي. ايوه اصلا في التلفزيون قال عيسى ما نبي ذاته، عرفته. والجفري طاغوتهم الكبير ذاته الجفري قال الرسول فتمين واو، فتمين واو مسجله موجوده الصوره وصوت بالجفري في اليوتيوب. خلاص، ونحن ما قلنا الكلام ده، والكلام اللي قلناه ذاته في النهايه يعني بينا للناس انه ما سب وما قصدنا السب، والحمد لله ما كان سب، وبينا قصدنا ذاته، لانه الموضوع انتهى بدري له 3 سنين يا شيخ ولا اكثر من 3 سنين من ايام الحرمين. لكن سؤالك انه الجده شنو؟ الجده انه الصوفيه في السودان عود بيقعد مره، عود بيقعد شنو؟ بيقعد مره. والدعوه انتشرت، اكبر دليل اذا الصوفيه والمجتمع ما صدقوا كلامنا ده نجيب اعتراف الصوفيه نفسه انهم اتزنقوا من دعوة التوحيد دعوة السلف. كيف؟ جابوا برنامج فيه محمد مصطفى الياغوت الصوفي في قناة الليل الأزرق. أيوه. خلاص؟ وفيه الخنجر وفيه الميم، 4 صوفية كده قاعدين في كراسي مرصوصين. فقام محمد مصطفى الياغوتي قال للمذيع، قال له الآن الوهابية زي ما بسمونه والسلفية انتشرت في السودان وده أمر مخيف. قام معنا كلامه يعني المذيع قام سأله قال له هل تخاف تشعر بالخطر؟ قال نعم اشعر بالخطر. فيبقى ده السبب. لا انا ترى عارف كذا شيخ مزمل تعليق على نقطه ذاته. يشعر بالخطر، الخطر في شنو يعني؟ ما هو السلفيه دي معروف عنها انها ما بتتعامل مع شغل بتاع ارهاب، اسلحه، قتل، تفجير، ما عندها، تتبرأ من الاشياء دي كلها، السلفيه بريئه منها، السلفيه بتحارب الناس اللي بيعملوا الاشياء دي. الخطر شنو اللي بيواجه الصوفيه؟ السلفيه هي الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك وأهله، والدعوة إلى السنة والتحذير من البدعة وأهلها باختصار شديد. أنت لما تحذر من الشرك وأهله والبدعة وأهلها، أهل الشرك وأهل البدعة ديل في النهاية أنت بتهدد مصالحهم يا شيخ أبو بكر. في النهاية أنا بعدك شيخ كبير بتاع طريقة أو شيخ جماعة والناس بيبركوا لي وديل بيجوا بعصروا لي كرعيني. لما أنا أوعي الناس بالكتاب والسنة إنه الكلام ده غلط والسجود لديل شرك والاستغاثة بالميتين ديل كفر، يبقى ده تاني لا حيجيو تيس لا في يشوي ياكله، لا حيجيو خروف يشوي ياكله، لا حيجيو شواوي الرز باللوري، لا شواوي السكر، لا شواوي الدقيق. فالناس خايفة على مصالحها وخايفة على العروش الوهمية الباطلة اللي هم صنعوها باسم الدين، والدين براه من الكلام ده الشغل كله. عشان كده المحامي ده مشى الصوفي ده لسه مرغني ده مشى فتح بلاغ، وده الناس الجريدة حكموا. يعني شوف الجرائد دي، الجرائد دي كلها لو لاحظت عليها حكمت حكم. انا اللي قريته في الجرائد وقاعد بقول بانصاف، يعني الجرائد دي وضعت نفسها مقام القاضي والجلاد. نعم دي المصيبه هنا. مما يدلك على سوء النيه، حتى سوء النيه بتاعت الجرائد دي، حتى الجريده دي اللي الجديده دي. وانا زي ما قلت لك طيب قلنا البعث ولا ما ادري البعث. أيوة. ديل قالوا شنو؟ قالوا على الداعية شرطة ألغت القبض على الداعية السلفي المسير جدا مزمل الفقيري واتهامي كده كده إلى أن قال شوف الكلام ده ويواجه مزمل الفقيري المعروف بفكره المتشدد. أيوة 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 حتى ده الكلام ده حتى في البلاغ ذاته ما في. يبقى الجرائد أصلا هي معاديانة ديل معادين أنا بس لقوا فرصة وريك السبب شو، وأنا ما قاعد أخاف من زول الجرائد دي. طيب غالبا أي جريدة تابع عليها في النهاية إما الجريدة كلها معين حزب او في اشخاص بيديروها تابعين لحزب. ونحن ردنا على الاحزاب دي كلها لان الاحزاب دي باطله. والله رد عليه ربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. وربنا قال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني احزاب وجماعات وفرق وطوائف
الله قال لست منه في شيء. فالناس زعلان، واحنا ما بنخلي الحق والرد على الباطل. مش ما جو فتحوا بلاغ، بعدين مثلا فتح البلاغ ده امر طبيعي. يعني كونه زول يفتح بلاغ يقول مزمل الفقير انا بتهمه بالرده، ده الشاكي. ما الشاكي يقول ما ايش يقول مزمل الفقير حرامي سرق بيتي تلب بالليل ملص المرد هبات، ده بطريقته. لكن بعد ذاك القاضي والعداله بتجي تحكم باذن الله. يعني يا شيخ مزمل كالعاده في نقطه دايرك توقعها بالراحه. نعم. الان والاعلام اللي بيكتب في مثل القضيه دي بيكتب عن تهمه هي وجهها صوفي ادعاء دعوه تمام، لكن المستمع لما يصلي الكلام ما اتصل بانه دي دعوه. يعني مثلا ادعى الصوفي على السلفي او ادعى السلفي على الصوفي، المجتمع ما اتصل انه دي دعوه، المجتمع بيتصل انه دي باعتباره موضوع انتهى كده خلاص ادانه اي خلاص. يلا ما لقى مكتوب انه مزمل الفقيري متهم بالرده، انا كزول بسيط عامي ما قريت قانون ما بعرف الحاجات دي، يعني انت رسالتك شنو للناس في النقطه دي بالضبط؟ رسالتك اليوم انه الانسان يتلقى الخبر كيف؟ يعني انا الان بقرا في الجريده مثلا كزول عادي بقرا القبض على مزمل الفقيري بتهمه الرده، انا اللي بفهمه شنو؟ بفهمه انه مزمل ارتد. كدي رسالتك شنو توضيحك في النقطه؟ أول شيء النقطة الأولى رسالتي لهم نقاط سريعة. النقطة الأولى الناس تفهم بين إنه أنت من حقك تمشي تفتح بلاغ في أي زول تشاء إن شاء الله في الرئيس. خلاص بعد ذاك الشيء ده شرعي غلط صح؟ ده موضوع نحن معروف لنا وللناس. لكن أنت بتفتح بلاغ وتتهم بما شئت تكذب تصدق، القانون بيكتب لك كلامك الشرطة. بعد ذاك لما تمشي القاضي ويجيبوا الشهود والبينات بعد ذاك بيحصل الشيء. فكونه دول فتح بلاغ واتهمك بشيء دي نقطه. وكونه المحكمه فصلت بانك كده كفرت يعني. حرامي قتلت سرقت نهبت كفرت دي شيء ثاني اخر. وده اللي انا بعيبه على الجرايد، يعني الجرايد انا بعتبر الجرايد دي ما عندها امانه علميه. يعني تصرفت في الخبر. مو تصرفت. هي فتحت وحكمت وجلدت. هذا الكلام. لانه واتهموني باتهامات، اتهموني باتهامات الجرايد دي. حتى الصوفي ده، الصوفي اللي اسمه مرغني هو واحد ما 25 نفر، ده كده برضه من الجريده. هو واحد وقبل كده فتح فينا 6 بلاغات، ده السابع وما لقى حاجه الرماد وما لقى هو زعلان ما قال يفتح ده. فكونه الجريده تزيد ذاته كلام من راسه ده ذاته مشكله، تقول المتشدد والمتطرف زي ما قبل كده عملوا لنا سياره التيار قبل اسبوعين برضه قصه قالوا هناك في وين ما عارف، وجماعه قالوا اعتدوا على امام مزيف الحجوزي قالوا دي جريده تيار ذاتها، قالوا والجدير بذكر انها تتبع هذه الجماعه المتطرفه لجماعه مزمل. انا ما عندي جماعه ما متطرفه ونسبوها لك ولا عندي جماعه، وانت عارف ما عندنا جماعه، احنا شباب بندعو الى الله. طيب يا شيخ مزمل دي نقطه الاولى. النقطه الثانيه بس اصبر لي شويه. النقطه الثانيه انه الرساله الثانيه انه الناس تفهم انه الاشاعات دي هي سيمة وصفات أهل الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم جاء قالوا لك كتر خيرك، قالوا لك أنت شاعر، وقالوا معلم مجنون، وقالوا لك كاهن، وقالوا لك ساحر. الصحابة لما جو لحد ما ابن تيمية جاء البكري ده ما مشى قال ابن تيمية صبر الرسول. نعم. ابن تيمية لحد ما ألف في مجلد كامل اسمه الاستغاثة في الرد على منه البكري. والبكري ده ذاته زول صوفي مجرم في النهايه لما الحاكم مسكه الشاكل مع الحاكم الوقت ذاك جاء احتمى بابن تيميه، ابن تيميه شوف من اخلاقه الجميله مشى للحاكم يتوسط له وقال له زول ده عفو عنه فعفى عنه. سبحان الله. قالوا له اشكو للحاكم قال انا عافيت عنه. قالوا له ممكن تقبض وتسجنه قال انا لنفسي ما انتقم. يا سلام. اذا كان للدين بنتقم لكن لنفسي ما بنتقم. بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله فينتقم لله. النقطه الثالثه الرسالة الثالثة انه الكلام ده ما مقصود به مزمل او فقيري او بكر او احمد البدوي او شهاب. الدعوة السلفية يعني الكلام مقصود دعوة التوحيد. دعوة سلفية لانه انتشرت. وبقدر ما هي كبرت وانتشرت بقدر ما اعداك يكبروا وينتشروا. ونقطة رابعة يتنوع في الاساليب. خلاص؟ يتنوع في الاساليب. وده ذاته لخير. اخر نقطة الخامسة ده لخير. لانه اصلا احنا كده بنبرز دعوتنا ثاني من جديد ونوري احنا منهجنا شنو. هم اتاحوا لنا فرصه ناس الجرايد بالكذب بتاعهم ده والصوفي ده ذاته اللي اتهمين وسيئه للنبي صلى الله عليه وسلم وخسي وكذب عرفت بالكلام ده وتحداه يثبت الكلام ده خلاص. فكده بيخلونا ثاني نبرز دعوتنا من جديد والدعوه تنشط
والدماء في عروقنا تجري وننشر التوحيد ونحارب الشرك وأهل الشرك وعباد القبور. فدي سنة الله عز وجل في الأرض. طيب يا شيخ مزمل، الخبر ده منتشر في الصحف زي ما قرينا، منتشر في الواتساب، في الفيسبوك، في وسائل التواصل عموما، ناس كثيره فرحانه بالخبر. سيبك من الدائره بتاعه الصوفيه ودائره الاخوان المسلمين، حتى بعض الحزبيين ومن انصار السنه من غيرهم، حتى واحد اتصل علي ابويا الصباح زعلان جدا، قال لي اتصلوا عليه ناس من الحزبيين دين وفرحانين، كانهم فرحانين كده يعني انهم الزلمه الفقير قبضوه. لا انا داير افهم يعني هم بيفرح مبسوطين ليش؟ يعني في شنو الفهم؟ شنو كونهم هم فرحانين من كلام زي السبب في فرحهم وزعلهم من دعوتنا وفرحهم من انه فتحوا فيني بلاغ او ما فتحوا؟ انه الدعوه دي دكت عروشهم وفضحت باطلهم، والا ما بيفرحوا. ما أنا مش قبضوني، قول اعدموني هالسعدي مثلا، وده كله كلام كذب. لكن لو فرضنا خلاص انت فرحت ليه؟ لانه الدعوه ان احنا ربنا والله ما من حولنا غوتنا من ربنا اللي وفقنا نقوم بها دي ونشر بفضله وحده لا شريك له، دكت عروش الحزبيه والطائفيه والجماعات والصوفيه والاخوان المسلمين وغيرهم. وعلى قدر الضرب ياتي الالم. انا من الطرائف برضو ذكرتني واحد هنا في ال، انا ما ابغى اعرف بتاع الفيسبوك، لكن واحد صوره ورسله لي دي صفحه واحد من كبار انصار السنه وما حذكر اسمه. طيب خلاص يمكن يتوب في يوم من الايام. قال وخدت صورته كمان واسمه. قال فعلا والله بيتكلم عني، والله قد اذى خلقا كثيرا لا يستبعد ان يكون فيهم ولي من اولياء الله. وقد حدثني احد الصالحين احسبه انه ما دعا على احد الا مزمل، وقد دعا عليه في البيت الحرام. يعني دعا عليك من الصالح دعا عليك الصالح بتاع انصار السنه ده. بيحكي ده ذاته من كبار انصار السنه، يعني انصار السنه نفسي شغالين بنفس المكنه زي ما بيقولوا الشباب، بنفس المكنه بتاعت الصوفيه ولو اللي حقين لنا عشان كده هم لما تعمل محاضره يقول لك اتكلم بس شيوخنا ما تجيهم زي يعني ما تتكلم في الاولياء حقين وده هسه قاله. طيب قام رد عليه واحد بتاع كوره، اهو دي صورته تحت بتاع كوره، شفت كيف؟ حتى رافع الشعار بتاعه، شعار لاعب ما بعرفه ميسيس ولا واحد غيره. قال برضه ما حجيب اسمه، قال لي بيضيع على انصار السنه ده بتاع الكوره ده، جزاه الله خير، وده انا خير لي من الزول ده من الحزب. أيوة ده أيوة. قال لي تؤمن بالخرافات والاولياء؟ ابدا لا يمكن الحكم. قال لي لا يمكن الحكم على ان المرء ولي من الظاهر، لانك لا تعلم نواياه. وحتى لو فرضنا انك اطلعت على نواياه وانه من الاولياء الصالحين، ما الذي يفيدك منه ان طار بالجو او مشى بالبحر؟ فصلاحه لنفسه ولا يجب تقديسه، بل ترحم عليه واستفد من علمه اذا كان عالما. وكلنا يمكن ان نكون اولياء لله اذا اتبعنا نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وليست خاصيه لرجل معين. سبحان الله، ده بيدلك انه الحزبيين دول انكشفوا واحد، وانه دعوتنا انتشرت وقبلوها العوام، المجتمع المسلم الطيب الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ورفضوها اي زول متحزب الا من رحم الله مرتبط بحزب. وده السبب الغاز ناس الجرايد. انت قال الغاز مش والغاز ناس، واحد اسمه خرطوم بوستيس ولا بوست او سودان بوستي ما بعرف، المهم واحد فيهم. وقبل كده كذب فينا نفس الزول ده، نفس الجهه دي كذبت كذب واضح. مشينا برضه وتكلمنا وناي في النهايه نعتذر وما نعتذر، وانا مشيت لناس الجرايد دي للوطن دي لما كذبت المره اللي فاتت مشينا ليه وانت كنت معي. في النهايه قلت لهم اتاكدتوا من الخبر؟ في خبر سابق كذبوا فيه. أيوة. قال لي والله ما تاكدنا، عفوا لينا يا جماعه. هل ممكن جرايد واعلام يكون بالصوره دي؟ يكون بالصوره دي يعني زول بيكتب فوق يقول لك منبر الراي والراي الاخر، يقول لك صوت الاغلبيه المهمشه فوق شعار، يقول لك الحريه لنا ولسوانا، يقول لك الحريه للجميع، دي شعار اي جريده تكتبه فوق وتلقاه كذابه. الناس اللي ما بخافوا والله يا جماعه. طيب شيخ مزمل، في ملاحظه هنا، انت هسه من ضمن الجرايد هنا جايب اظن جريده الدار، وهنا ايوه لو موجوده كده اديني ليها. شوف جريده الدار دي هنا، وطبعا دي متخصصه في الاخبار زي دي. اختفاء، قال قبل فتره قريت قال اختفاء حمارين في منبده، قال يثير الرعب في منبده. يا ناس في حمارين بيثيروا لهم الرعب يختفوا ولا قعدوا؟ هي متخصصه بالاخبار، ده برنامج الاخبار زي دي. لاحظ عادة الصحف لما تتكلم عن قضايا اتهام قتل اي تهمة زي دي ما بتجيب اسم الانسان المتهم. لاحظ هنا على سبيل المثال دي جريدة الليلة بتاع الدار،
شرطة ولاية الخرطوم تلغي القبض على قاتل شرطي ما في اسمه. خطة محكمة وكمين ناجح أسفر عن القبض على المتهم اسمه ماف. بعد زيارة أسرة شرطي المباحث القتيل الشرطي المصاب لاحظ شرطي القتيل وشرطي المصاب اسم مافي. بعدية بالصورة والقلم إصابة المحلات التجارية بكرري في قبضة الشرطة. العصابة اسمها منو ما معروفة. إنجاز ضخم القبض على المتهم اسمه ماف. وإصابة أفراد المباحث في كمين مفاجئ بمدرمان ما في اسم. شوف العناوين كلها اسم ما في حتى كل الصحف إلا هنا. تخيل يجي طوال بتاع الوطن بكل صراحة ووضوح القبض على الداعية مزمن الفقيري بتهمة الرماية. لا أنا دارك أنت بتفسر الكلام ده بشنو؟ إنه أي حد في المجتمع ده كله كافة قتل. لاحظ هنا في قتل وفي رباطة بتاعت شنو محلات تجارية وقرصنة كده كله ده موجود في المجتمع يتكلموا عنه بالإبهام مبهم كده. لكن إلا أنت بالذات ما تعمل لك حاجة ومرات ما تعمل أنت ذات أصلا يجي باسمك تحليلك للكلام ده أنا ده ذاته ما في مصوفية قدار مزعيلهم كلامنا في التوحيد ونهينا عن عبادة القباب والقبور الشغالين في الصوفية الليلة والعالم كله عارف ده واحد. نمرة اثنين نمرة اثنين شوف أزيدك حتى لما لو جابوا صورة متهم يجيبوا لي يجيبوا لك يظللوا لك عيون مرات ممكن يلبسوا لك نقاب أيوة. فنحن يجيبوا أسمانا وكذا ليه ده بشارة خير يا شيخ إنه دي هي الدعوة المؤثرة. المؤثر بالمجتمع ما فلان كتب فلان ولا فلان سرق فلان ولا حمارين اختفوا جوا القش. المؤثر في المجتمع هي الدعوة دعوة التوحيد شغالين أخوانا. لكن الرأي دي بقى يا شيخ ما بتمثل رأي عام. لا ما بتمثل رأي عام ما بتمثل رؤية المواطن. يعني ليه لما يجي الجريدة تتكلم عن القبض على الداعية المزمل الفقيري معناه المواطن ده بيعرف مزمل الفقيري معناها الجريدة دي بتمثل رأي المواطن. لا لو بتمثل رأي المواطن أنا سوى مواطن أنت ومواطن اللي بدون نكتب عرفتها ما بتمثل رأي المواطن. بل بعضهم أنا ما يعني أغلبهم إلا من رحم الله عملوا معانا لغات وأغلبهم مش حرروا فيها إلا القليل صراحة عرفتها. فدي كلها أشياء موجهة لأحزاب ولطوائف وأكثر صوفية وأخوان مسلمين. ده خلاصة الموضوع. وده حتى الكتب ده اسمه الهادي واسمه مين أنا بنعرف اتجاهاته ولا ده أنا ناظرته في قناة النيل الأزرق قبل كده. فنحن لو دايرين نرد عليهم بأسمائهم ونجيبهم ممكن لكن ما فاضل لهم لأنه ما بزول بيعرفهم ولا عندهم دعوة مؤثرة. وأحيانا يمكن برضه أفسر لك تفسير ثالث في بعض الجرائد بيكون دار تبي هسه زي الجريده دي يعني الجريده دي اسمها والله انا اول ما شفتها قايل الجريده بتاعت المريخ الزمان دي لان انا زمان كنت بتاع كوره ومريخه زمان في الوقت ده بس خلينا الشغله دي. فالشعار ده نفس شعار المريخ الكتابه المكتوبه زمان ما عارف هسه فيه ولا ما في. فاول ما لقيتها تحت الجرايد عند زول اللي بيبيع الجرايد قايله بتاعت المريخ. ففي جرايد برضه ما بتتباع هسه الوطن ده انا فتشت اربع مكتبات ما في اصلا ولا جهد من اصبع لقيناها هنا عين واحد فما بتجي كثيرة. بعضهم ربما يكون برضو شنو برضو داريبي خلاص. طيب يا شيخ يلا ما هم مدام الخبر ده الآن بينشروا بين الناس والناس فيه مثل مزمن فقير ده معتقل. أنا جاتني كمية بتاع تلفونات ما لا يقل عن 90 أو 100 تلفون من صباح الليلة ده كويس. يلا مدام هم بينشروا كده والناس بتفهم إنه مزمن ده معتقل أنت بتجي الآن بتطلع بتعمل فيديو بتنشره الناس بيعرف إنه مزمن موجود ما معتقل. طيب ده ما بيقدح هو ذاته كشغل فني في الصحافة ده ما بيقطع في مصداقية الصحف دي أنا كانوا معتقلين أولادي في البيت معتقلين لك أولادك أولادي في البيت يعني ده اعتقال أسري أي بس ده كان الاعتقال يعني ما كان كنت قاعد معاهم وبدرسهم وبحفظهم وكده قعدت معاهم شوية طويل لأنه كم يوم ما تفرغت لهم وكده. ده يمكن إذا هم قاصدين كده ممكن لكن طبعا ده كذب والله واضح ودي ما أول مرة والله لو أول مرة أنا كان خليناهم. لكن النازل دائما بكرروا التجربة وانا دائما ما القى الجرائد تكتب عننا وعن اخواننا وعن دعوتنا وفي التلفزيون برضو بيجيبونا في 24 وهؤلاء الشباب مضطربين الى اخره. بعرف انه الدعوه دي هي اقوى دعوه الان وان رغم يعني انوف اعداء الله سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ الان الصوفيه سلكوا في محاربه الدعوه دي واعداء الدعوه غيره من الاخوان من داعش من التكفيريين غيره سلكوا مع الدعوة دي في أساليب المحاربة أساليب كثيرة جدا. لجأوا في الأول للمناقشات والمناظرات شكلهم ظهر لهم أنه حجتهم ما عندهم كيسهم فاضي ما عندهم حاجة. انتقلوا بعديها للمشاكل يعني كل ما الناس يمشوا لحتة معينة يعملوا محاضرة يعملوا حاجة يتربصوا يعملوا مشاكل.
في النهايه لقوا الامن فارض سيطرته والشرطه وكده وقامت بالحمايه اللازمه يعني، لقوا الاسابيب ده ما الان شايفهم كانهم لجؤوا لاخر الاساليب عندهم انه يلجؤوا للمحاكم. فانا ما عارف يعني هل ده بيمثل لهم مخرج؟ هل انت بترى انه القانون ده ممكن يمثل مخرج للعقائد التصوفيه دي؟ والله نحن اول حاجه بنشكر يعني حكومتنا لإتاحتها يعني الفرص للدعوه، ويمكن ده الغايز كثير من الاعداء، وده والله شيء يشكر عليه لا نفاقا ولا رياء. من باب قول النبي عليه الصلاه والسلام لم يشكر الله من لم يشكر الناس، وهي بروايات. المساله الثانيه ما يقدروا يقضوا على الدعوه، لا يمشي يشتكي في شرطه. انا هسه دي ما جرائد ياسي مبالغات جاهزه جاهزه، وممكن باذن الله اكسبها كلها في مواجهه هذه الجرائد وفي مواجهه الصوفي ده ذاته. الصوفي ده ذاته كل مره بكذب علينا ويفتح بلاغ كازي وغيره، ده ذاته عندنا عليه اشياء، ودي من ضمن الاشياء. الان ممكن افتح فيه بلاغ واتلتل وجهجي وادبه كده، لا ودي شيء ان شاء الله الناس يتناقش فيه بين المشايخ وبين الاخوان، ده موضوع ثاني، المصلحه والمبسط فيه. لكن انا بدي اوري المجتمع انه نحن سبيلنا يختلف من سبيله. نحن سبيلنا كدعاه التوحيد بننشر الدعوه. بعدك في ناس اعداء لدعوه التوحيد، والله ذكروا اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. فالذين لا يؤمنون بالاخره ما حيخلوك، حيمشوا بجاي. مره ضربونا، انت ضربوك قبل كده في عرس، عرسين كمان ضربوك، ده بس اللي انا شفته غير الثاني اللي ما شفته، واخونا برضه شهاب واخونا مين واخونا احمد البدوي كل من ضربه في النهايه ما حيخلوا سبيل لتعطيل الدعوه. لكن نسألهم سؤال واحد والاجابه ووقف. طيب. في النقطه دي الدعوه دي حقت منو؟ حقت الله، دي الاجابه ربنا سبحانه. حقت ربنا. اذا بيقدر يحاربوا الله بجرائد، ما يقدر خلاص دقيقه، بجرائد بكذب باتهامات زورا وبهتانا باسلحه نوويه اسلحه ناريه، واحدين مشوا من هنا ده امريكا وقالوا الحقوا الشباب من الكونغرس، صوفيه سافروا من هنا قالوا الحقوا الشباب ديل وقفوا دعوتهم، جابوا الجفري قالوا عشان ناظرنا برضه هرب مشى، جابوا مين ذاك اللي مين ذاك طفش، جابوا اللي زيرك طفش مشى الكونغرس سكنوا في امريكا قبله عمل اللوتري الى اخره. هل الدعوه وقفت ولا زادت؟ لا انا بسال ناس الجرايد ديل واسال ناس الخرطوم بوست وغيره، هل انتم مما بديتوا تحاربوا دعوه الله دي؟ ومما بديتوا تحاربوا الله؟ أيوة. الدعوه بتاعت ربنا دي زادت كده خدته تغيير. يا مع التاجر بتاع الطحنيه والزيت بخد جرد. ايوه انتوا يا ناس الجرايد وناس خرطوم بوست وسوداني 24 الدارين تعادوا دعوه الله. اقعدوا اعملوا جرد. هم ما بيقروا يا شيخ بالاسلوب ده انه مقدموا حاجه. لا لا ممكن يجي لك مكتوب في الايدي. يعملوا جرد. يعني لابد انا داير احاربك، انا ما لقيت سبيل بالصح. ما قدرت ادير اقانعك بالحجه، اجيب كتب اقعد معك اناقشك. انا في النهايه ما لقيت مكتوب الايدي. ما هو هو اذا كان انسان ما خاف من الله في الشريعه انه يكذب على الشريعه ويزيد وينقص ويبتدع ويعمل كده، فلا يمكن انه يتورع فيك انت، فده متوقع منه. طيب انا عندي تعليق ثاني. نعم. دايرك برضه تديني فوق الفهم شنو؟ الان الناس بتتكلم عن الرده وانه مزمن متهم بالرده. حكم الرده ده ذاته هل هو عند المجتمع ده متفق عليه؟ لانه من الكاذبين ديل ناس صحفيين منه وانا اعرفهم شعبيين. هل الان المؤتمر الشعبي بيعترف بالرده؟ دي نقطة. اثنين، في واحد كاتب شيوعي سيبك من ده يعني وشيوعي خلفيته شيوعية، هل الشيوعي بيعترف بانه الاسلام ذاته زول بيرتد منه ويمرق برا؟ ها؟ والصوفي الرده انا دايرك اتناول لي من الجهات الثلاثة دي، من الجهة بتاعت الشعبيين ومن الجهة بتاعت الشيوعيين ومن الجهة الثالثة الصوفية ذاتهم، هل هم بيعترفوا انه في كلام بيخرج الانسان من الشريعة؟ لانه عندهم شطح. بس احنا ممكن نمشي للمحكمة هناك امام القضاء ونقول له القاضي مزمل شطح. اي ماما ليه الصوف يشطح ومزمل ما يشطح؟ دي ذات احنا دارين تعليق عليها، يعني حتة انه الصوف يشطح زي ما داير هو ويجي يقول لهم انا في السماء شاهدت ربي، واللي بيقول لهم انا الجنة دي قفلتها فتحت مفاتيحها وداك قفلتها مفاتيحها وكده، هو يشطح وانت ليه ما تشطح؟ انت مرتد وهو يشطح؟ اول حاجة التعليق، الشيوعيين هم طبعا من اوائل الناس اللي نشروا اللي نادي امبارح حسب ما قالوا لي في الواتساب وفي الفيسبوك ومعروفين يعني حتى رافعين شعر الشيوعيه وكذا. الشيوعيين والشعبيين ده ما مقتنعين لا برده لا بدين ذاته. اصل دين ذاته ما مقتنعين به، وده الترابي قالوا وده ما تكفير لاي زول بعينه، انما انا بكفر المنهج بتاع الشيوعيين وبتاع الشعبيين، لانه الشعبيين
شيخهم قال انا اعلم من الرسول لانه بتكلم الفرنسي والرسول ما بيعرف الفرنسي. وكادرهم يومتها في جامعه السودان انت حاضر قال انا ذات واعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له انا بعرف الاحياء والكيمياء قال ما بتقدر تثبت انه قال ايمان بالله شيء ظني كمان ظني وده كله كفر رده. فالشعبيين والشيوعيين مناهجهم دي مناهج كافره مرتده وهم ما بيؤمنوا بالرده لا دي لا دي. اما الصوفيه يؤمنوا بها اسما لكن حقيقة ما بيؤمنوا بها لأنه لو نحن فتحنا ملف زي ده بنجيب الختمية من أول محمد عثمان المرغني الكبير والصغير الطافش ده ولحد آخر واحد وبنجيب التيجانية باثنين تربية وغير تربية وبنجيب السمانية اللي بيجوا 8 والقادرية اللي بيجوا 14 كلهم يجيبوا الزول القادر زراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمدت راحتي الزول القادر وأنا البيت طائف بخيامي الزول قال ضريحي بيت الله من جاء زاره وامري امر الله ان قلت كن يكن ده مرتد ولا ما مرتد. الزول اللي قال انا الجليس وده الختميه كمان وديك القادريه الاول وده الختميه انا الجليس على العرش المحيط به كما حط بالغيب تفصيلا واجمالي البناك البرهان اللي قال اجود على امي لترحم طفلها فرحمه من في الكون من بعد رحمه. ما ممكن اقول لك شطحه يا شيخ شفت يعني ما دار اوريك انهم يؤمنوا بها شنو؟ يؤمنوا بها اسما لكن ما حقيقه لانه حقيقه أنا اقول لك شطح وفي الحق ما في شطح لا في القران ما في شطح ولا في السنه في عجز مش شطح. الناس حسب فهمه اذا شطح ما في الناس دي تورطت لو وصوا في يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى ما بيقبل له العذر شطح دي لانه لا يمكن دين من الاديان سيبك حتى من الاسلام الدين الخاتم والدين الناسخ لما قبل يعني حتى الاديان السابقه ما كان فيها كلام زي ده حتى ما في حد بيقول انا الله وانا واخلق وانا ارزق ما في كلام زي صحيح صحيح دل يعني في النهايه انا بس بقول كلمتين الاولى للاعداء اعداء الدعوه واعداء دعوه الله سبحانه وتعالى انه الدعوه دي كله حاولوا تولعوا فيها نار كل ما زادت بريقا والثانيه لاخواننا ذاتهم الدعاة طالما العداء بقى قدر ده وكذب قدر ده لازم نحن شوف نحن شغلنا الفات ده كله نعتبره اقل من 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 1% او من 1 من 10% نحن اخواننا كلهم ندعوهم انه ينشطوا ويشتغلوا وعندنا الحمد لله حلقات شغاله وعندنا التدريس للطلاب شغال الحمد لله في مواد علميه كثيره وامتحانات ودروس وعندنا برضه مناظرات علميه موجوده الناس تحضرها في اليوتيوب ومستمره الحمد لله ونحن ما قدرنا نطول اللي غادة لو شيخ ابو بكر عنده ختام نختم لنا لانه عندنا محاضره لا في ما عندي الكوداب شمال ما عندي شيء ثاني زياده اصله واسئلتي الفيزيائيه كلها تفضل تفضل الصوفية ذاته بحد ذاته عنده واحد اسمه محمد عبد الله قبل كده انكر لنا بعديد من العزمه الخمسه قالوا معروف ان عيسى يعني ليس بنبي ليه نص الجرائد بتكلمنا عن الموضوع ده؟ فالجرائد ما في النهايه يعني زي ما سبحان الله حتى العوام يطيقون يعني ده من فضل الله والجرائد ما قادرين يعترفوا بالكلام العوام عارفين انه الكلام اللي بيجي في الجرائد ده 99% منه كذب تهموا انا برساله الرسول وانا من اعظم الناس المدافعين عن جناب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته والمحاضرات تشهد وانا ما محتاج شهاده او صفقه من زول خلاص لكن العوام عرفوا انه الجرائد قبل موضوعنا ده انه كلام اغلبه كذب وكثير من الجرائد دي عرفها كذابه بدليل العوام عندهم مثل اذكركم به ولو ما مذكركم لو جبت كلام كذب بقول لك ده كلام جرايد الواعي السائل سائل من المجتمع لو جاء كبر على مرته وانا 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 واسوي لك واعمل لك وبدي لك وكذا تقول لا كلام شنو؟ كلام جرايد مع انه حيكون بالضروره يكون في اشياء صح يعني لكن لما كثر الكذب فيها الناس بيقول لك كلام جرايد والله المهم اخيرا كده احنا نشكرك يا شيخ على اجابتك على الاسئله والاستفسارات ولا قاعد موجود ماشي انا بوني ولا قاعد زي ما قالوا ناس الجرايد وخرطوم بوست اسمه دي اسمه ينودي هاي قالوا خلاص يدوك احساس بانه خلاص حبل المشنقه غسلوه وكذا جاهز ونشكر برضه اخواننا اللي يعني شالوا همنا واتصلوا واطمأنوا علينا وقالوا لنا شنبوك وما يسووا كذا جزاهم الله خير وبارك الله فيهم اجمعين وده ما يدور انه الدعوه دي والله مشت مشت ذاته ما احنا ذاتنا محيرنا خلي الاعداء نحن زادنا الدعوه دي مشت كيف؟ بفضل الله سبحانه والله زادنا محيرنا لكن هو زي ما قلت بفضل الله سبحانه الحمد لله جزاك الله خير